نعيد الحق نزيل الجرح ميعاد الأمة آت بسنة الصبح إلى القدس نعيد الحق نزيل الجرح ميعاد الأمة آت بسنة الصبح للصهيونية لن يبقي أثرا فوق الثرى وشعوب العالم في الأقصى تترى حتى ترى للصهيونية لن يبقي أثرا فوق الثرى وشعوب العالم في الأقصى تترى حتى ترى سنصلي في القدس سنحقق أمنية الأقصى في أسرع وقت سنصلي في القدس سنحرر منبره السامي من قيد الصمت سنصلي في القدس سنحقق